منصة ووتش اتعرضت سلسلة من الوثائقيات بعنوان أم الدنيا. الرائعة الأيقونة سوسن بدر كانت حاضرة في المشهد، تحكي وتسأل وتستمع وتضيف. مجموعة من الحلقات اللي أخدتنا في أجواء من عصور مختلفة في العهد الفرعوني، ملامح مختلفة، كل حلقة كانت بتتكلم عن ملمح محدد من الحياة الفرعونية. سلسلة ثرية وغنية وفيها معلومات كتيرة جدا، وفيها إضافة للمشاهد على المنصات، والأجمل إن اللي يكون عاملها مخرج حابب وعاشق للحياة الفرعونية محمود رشاد، والأجمل إنه صوت وطلت سوسن بدر تكون حاضرة في أم الدنيا. احترنا نرحب بكم منين في بداية رحلتنا، رحلة هنسافر فيها مع بعض مدة تزيد عن 19,000 سنة عبر الزمن. أهلا بكم في الدولة القديمة وعصر بناء الأهرامات. أهلا بكم في دير المدينة. أول مبني من الحجر في تاريخ البشرية. أول رمز لمكانة وعظمة مصر في الفترة دي. مصر طول عمرها منفردة ومختلفة في كل تفاصيلها. كل ده اخترعه المصر القديم في الوقت اللي بقيت العالم كله كان لسه عايش جوه الكهوف. مفيش شعب زينا. مصر على مر التاريخ طول عمرها فيها خزائن. أجمل حكاية حكايتنا مع أم الدنيا. السلسلة رائعة وعظيمة، يعني ما فيش جدال إن الجرعة دي من المواد البصرية مطلوبة جدا، ومهم إن إحنا طول الوقت نواكبها ونعرضها على الناس. بس خليني أتكلم عن سوسن بدر. أقول إيه ولا إيه عن سوسن بدر؟ أقول عن إمكانياتها التمثيلية الرائعة. الست دي أي دور بتمثله بتحس إن هي خلت التعبير المقصود يدخل قلبك، يخوفك لو كانت بتلعب دور شر، يذيب قلبك لو كانت بتلعب دور حب، يحسسك بالأمان والاطمئنان لو كانت بتلعب دور أم مثلا. مفيش دور عملته أيا كان حجمه إلا لما حولته لدور بطولة. على فكرة سوسن بدر هي اللي بتخلي الدور بطل ايا كان حجم الدور ده. سوسن بدر اتكلم عن انسانيتها اللي كل زمايلها من كل الاجيال بيتكلموا عنها، بيتكلموا عن استاذيه، بيتكلموا عن تواصل، بيتكلموا عن محبه، عن التزام، حاجات كتيره جدا تخلينا في منتهى السعاده انه الايقونيه سوسن بدر تكون معانا في حلقه النهارده. من حضرتك؟ أنا الملكة، أكبر نجمة في البلد. ما بحبش أكرر أدواري أبداً، وطبعاً تبقى مناسبة ليا. أنا لا زي ولا أزياد. أبويا مفيش زي حد. متجوزة وعندي بنت. ما بحبش حد في الدنيا قدكم، أنت عيالي. حد كان جرب عامل معايا زي الناس العادية كنت بعذبه. أنا الشريرة اللي مش بفكر في أي حاجة غير في اسم عيلتي. احنا عارفين إن الدنيا ما كانتش هتبقى سهلة معانا، ورضينا إن احنا ننزل نشوف قتل عيشنا. طول الوقت كنت حاسة إن الدنيا ظلمتني. يا أختي يا حلوة ناوية لي عليك. قول لها يا بنت أنا خايفة على الحرب دي تطولنا أنا كمان. محدش يكلمني في فلوس على الصبح، يومي بيقفل، ما بحبش كده. ايه الكلام الحلو ده؟ ازاي تعلي صوتك على الهواء؟
انت هتبقى طالب من كل اللي حواليك ان هم يفهموك وانت ما تفهمش حد. اللي بيعمله معاك يا عبد الله هو اللي ابوك كان بيعمله معايا بالملي. ابوك راجل زي الفل، ولو كنت عرفتيه كويس عمرك ما كنت هتقولي عليه كده. لا عقل هيخاف ولا قلب هيحن عشان تاني مره تبقي تتعلمي ترجعي في مواعيدك، وهتفضلي تتعاقبي طول عمرك لغايه ما تتربي صح. انا معاكي للاخر. انا عمري ما كنت فاكرينها عشان عمري ما كنت لبيها. عايز اقعد لوحدي شويه. الرائعة دوانا نقول بس دوانا نقول دوانا نقول عيط في مسكرة ورنوش ايه ده وان اند اونلي الاستثنائيه سوسن ميرسي مش شبه حد كده، مش محصوره في دور، مش محصوره في مشهد، لا الشريط تنوع واخلاص وتاريخ، حاجه مفتخره. لا والله يعني انا عايز اشكرك على انك اديتيني فرصه ان انا اجي واقابل الشباب واكون معاكي، واشكرك على الكلام الحلو. والحكايه مش سن يا منى، مش مساله سن، بس مساله ان كل يوم بيعدي وبحس ان انا لسه عندي القدره وعندي الرغبه وعندي الشغف اني اعمل حاجه. فبالنسبه لي ده بدايه عمر جديد ما ملوش علاقه بالسن بقى خالص. يعني ربنا يزيدك من نعمه كلها. ربنا يخليك. يعني بقيتي حاجه بالنسبه للناس، حاجه ثابته، قاعده ثابته، اي دور هتشتغليه هنقعد نعمل كده بغض النظر عن العمل. الحمد لله فضل الله، بس كلامك ده بيخوفني جدا والله. لا يخوفك يعني دي. علشان ببقى خايفه مع كل دور بيجيلي وكل يوم تصوير، أول يوم تصوير ده بيبقى بالنسبة لي ذعر ورعب، وببقى طول الوقت خايفة مش عارفة طب أنا اشتغلت كويس ولا لا، طب أنا عملت شغلي كويس ولا لا. يعني أنا لما بيتعرض لي شغل ما بقدرش أتفرج، ما بتفرجش. ببقى لا ده كان زمان، لحد دلوقتي لغاية النهاردة ببقى عندي ذعر يعني ربنا ما يوري لحد. وبعدين وابقى مستخبيه من الناس، مش عايزه انزل من البيت، وببقى خايفه الناس تشوفني لحسن يقولوا لي ايه اللي انت عاملاه ده. يخلص الشغل كده ابتدي بقى اتسرسب، بروح انا بحب اشتري بقلتي وحاجتي، فاستنى بقى اللي انا بشتري منه ده هيقول لي ايه، طب الست اللي جنبي دي هتقول لي ايه، طب جارتي هتقول لي ايه. ببقى بعتبر ان اللي هيتقال بنسبه اكبر هو ده المعيار الحقيقي. يعني لو اتقال لي الله اكتر يبقى انا الحمد لله ربنا وفقني وعملت شغل كويس. لو كده بس انت كنت كويسه، بس انت كنت كويسه دي اعرف ان ايه يعني الحكايه مش قوي كانت. يعني اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.